سيداتي وسادتي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مجلة الجمعة. البرنامج يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 7 مساء، وفيه نستعرض أبرز الأحداث، التقارير والقصص الإخبارية من الأسبوع الماضي. توافد المعزون إلى مدينة شفا عمر في الأيام الأخيرة لمواساة عائلة المربية صفاء قط عواد التي قتلت بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان على مبنى سكني في المدينة مساء الاثنين الماضي. النساء المعزيات يقصدن المدرسة الابتدائية جيم في المدينة، فيما يقصد الرجال المعزون قاعة المسجد القريبة من المدرسة التي خرجت منها جنازة المرحومة صفاء قط عواد بعد أن عملت بين جدرانها مربية على مدار 26 عاما متتاليا. مراسل قناة هلا معتصم مصاروي زار الابتدائية جيم وتحدث إلى زملاء المرحومة المربية صفاء قط عواد. إليكم التقرير من شفا عمر. معلمة صفاء أم زيدان صفاء عواد قط الله يرحمها، إنسانة عرفناها بالابتسامة وبعمل الخير، بالعطاء، بانتمائها للمدرسة، بحبها لعملها، بحبها للخير، حبوها الكبار والصغار. إنسانة اشتغلت في هالمدرسة ما يقارب 26 سنة. إنسانة كانت تشتغل هنا مركزة أمن وأمان، كانت ترشد الطلاب على كيف يتصرفوا في حالات الطوارئ. هي اللي علمتنا وعلمت الكبار والصغار على الدخول للملاجئ، هي اللي بعتت المواد، هي اللي كانت تمرق حتى هي دورات وإرشاد وكورسات حتى دائما تجيب الأفضل للمدرسة. دائما كانت ضلها تعمل تدريبات للطلاب ودائما تشدد علينا وإنه ما ناخذ الموضوع باستهتار. للأسف كانت نهاية حزينة ومؤسفة. معلمة صفاء معروفة بعطائها، معروفة بمهنيتها، معروفة بكمية المعرفة والمعلومات العامة اللي عندها، معروفة بعمل الخير، سباقة في عمل الخير. فقدنا إنسانة شجاعة، مربية، عزيزة، غالية، زميلة وأخت إلنا جميعا. ضحكتها كانت تملي كل المدرسة. رح نفتقدها، رح نتذكر بس ذكريات حلوة إلها ونضل ندعي لها بالرحمة. وانت آخر مرة شفتوها؟ يوم اثنين اللي توفت فيه. يوم اثنين اجت، كانت أجمل مرة بتكون فيها بشوف فيها معلمة صفاء. كانت لابسة ملابس جديدة، كلنا نقول لها ما أحلى، وكلنا نقول لها منور اليوم، ما أحلاك. تسلم على زميلاتها، تعبطهم، تقولهم اشتقت لكم. فاتت عندي على الغرفة، التقينا ثلاث مرات بغرفتي في مكتبي، وكنا نخطط لملف الأمن والأمان، ونخطط لأيام قمة، ونخطط لمواضيع كتير. ما كنتش أعرف إنه هذا رح يكون اللقاء الأخير بيني وبينها. حتى كان المفروض إنه تبقى لآخر حصة، آخر الدوام. طلبت منها إنه تفوت على حصة هيك أقدم لها الحصة. طلعت فيي وحسيت إنه كأنها هيك عم ترفض، كأنها بدهاش تروح على الدار. فكل ما أتذكر هذا الموقف بتأثر كتير. للأسف روحت ما عادتش رجعت. بس يعني كونها جنازتها كانت في المدرسة، وكونها طلعت من المدرسة، شعرنا هيك، شعرنا بشعور هيك غريب مميز، بفخر إنه المدرسة عم بترجع لها ولو القليل من اللي أعطته لهاي المدرسة، إنها طلعت من هاي المدرسة وروحت من هون وطلعت لدار الحق. ف كان مؤثر جدا جدا انه بيت العزاء هو المدرسة، اكتر محل كانت تحبه كان بيتها الثاني، ومرات كان يكون بيتها الاول، كانت المدرسة تكون بيتها الاول. ابنها بتعلم عنا هون بصف خامس، بناتها تعلموا هون.
احنا راح نعمل لها تخليد وتأبين، وراح تضل ذكراها موجودة هون بيناتنا وذكراها خالدي للأبد. راح يكون في وقفة حداد في المدرسة يوم السبت لما يرجع الطلاب. طبعا احنا اعلنا الحداد لمدة 3 أيام هون عندنا في المدرسة. رح نقدم زي ما كانت تحب تقدم للمجتمع وللناس. رح نعمل إشي باسمها كبير اللي يخدم المجتمع كله، وضل اسمها على لسان كل مواطن بمجتمعنا وبالذات في شفعمر اللي خلت ذكراها للأبد. المعلمة صفاء زميلتي في المدرسة، قلنا مع بعض في المدرسة تقريبا 26 سنة نعلم مع بعض. كل يوم الصبح المعلمة صفاء بتجي بهاي الروح الحلوة مع ضحكتها اللي دايما على وجهها، دايما جايبة معها أشياء اللي بتذكر المعلمين فيها، أشياء اللي هي مقصود تحضير في البيت، كعكة قليل جدا ما تيجي فاضي الصبح يعني، ودايما تحاول تدور على الكل انه تعالوا كلوا هيك. معلمة صفاء إنسان اللي هي شجاعة مهنية، بتعلم بإخلاص الطلاب، بتحب الأولاد، بتعبطهن، حنونة عليهن، بتعلمهن كأنهن أولادها يعني، كتير قريبة من الطاقم ومن الطلاب. ومعانا احنا كل الوقت بتعاملنا وكأننا خواتها يعني، بتشاركنا حتى يعني بشغلات اللي هي بتصير معاها في البيت بتخص بناتها، بتحاول تسمع آراء، تأخذ بنصائحنا. وكمان احنا هون كلياتنا في المدرسة يعني عائلة واحدة، نحس حالنا عن جد انه احنا عائلة واحدة، في ترابط متين بيناتنا. يعني قبل ما توفت بأسبوع أو 10 أيام آخر مرة أنا شفتها وسمعت صوتي وأنا موجودة عند المديرة، وأجت تركض بتقول لي أنت هون، كان قولي لي خليني أجي أعوضك وبدأ طعمك إشي طيب، جايبي معي كعكة التفاح اللي هي دائما كانت تجيب أكتر إشي الصراحة، كعكة التفاح ومبروشة، هدول الشغلتين اللي هن أغلب المرات بتعملهن، بتقولي ده أطعمك كعكة التفاح وقولي عنها إنها زاكي وطيبة. وعندها هي روح المرح والدعابة يعني، فهي إنسانة كريمة معطاءة. وأنا بقول شوي إنه شوي الإشي عزاني إنه أنا شفتها قبل بأسبوع 10 أيام، ولأني يعني هيك بإجازة مرضية في البيت، فلما أجى الخبر الصراحة كتير بكيت وكتير صرخت. فدغري جوزي بقول لي وانت شفتها آخر مرة؟ قلت له قبل أسبوع كنت بالمدرسة. قال لي منيح إنك بتروح وبتشوفيها. فالحمد لله دايما هذا قضاء وقدر، والإشي طبعا نادر جدا جدا الحدث اللي صار، كلياته مركب كتير إنه أجا سبحان الله يعني عليها هي بالذات نصيبها، ربنا أكرمها بوفاتها، ولا نقول إلا ما يرضي الله. الله يرحمها. معلمة صفاء هي هيك اسم مع معنى كتير كبير. معلمة صفاء كانت هيك أم إلنا كلنا كمعلمين وكأخصائيين و كأي حدا عامل في هذا الإطار. الله يرحمها كانت ماسكة كل تيك الطوارئ في المدرسة، وكانت إنسانة كتير فعالة ونشطة، وكتير إلها زملاء وإلها كتير كانت معارف في المدرسة. فهي عن جد شخص اللي معطي هيك كتير جو إيجابي في المدرسة، وكتير محبوبة من قبل الطاقم ومن قبل الطلاب. فالله يرحمها، وإحنا منعزي كحالنا في وفاة معلمة صفاء. وأنت آخر مرة شفتوها؟ أنا شفتها هيك بيوم الاثنين، يوم اللي هي توفت فيه لمحتها هيك لمح، بس اليوم اللي شفتها أكتر فيه كان يوم السبت. يوم السبت كانت فيه هيك صفارة أنظار في شفو عمر، وهي كتير هيك اهتمت إنه كلياتنا ننزل على الملاجئ ندير بالنا على حالنا. فهي عن جد شخص اللي كان كتير ماسك إشي الأساسي في ظل الظروف اللي إحنا منعيش فيها. كانت هي إلنا كأم وكراعي وكداعم. فعن جد هيك فقدانها هو فقدان كتير صعب علينا كلنا كطاقم مهني وكطاقم نفسي. ومن شفا عمر ننتقل إلى عبلين، إذ توافد المعزون من البلدة وخارجها في الأيام الأخيرة إلى قاعة الفانوس في البلدة، وذلك لتقديم العزاء لعائلة الشاب علي خطيب البالغ من العمر،
23 عاما الذي لقي مصرعه رميا بالنار مساء يوم السبت الماضي، فيما أصيب شاب آخر بجراح بنفس هذه الجريمة. من جانبه قال عبد الله خطيب مدير المعارف العربية سابقا وقريب العائلة إن عبلين خسرت شابا خلوقا ملتزما دينيا وبصلاة الفجر في المسجد، وأنه كان يستعد لإعلان خطوبته في الفترة القريبة. إليكم المقابلة. أولا المصاعب صعب جدا على العائلة، خاصة وأن الحديث يدور حول شاب يتحلى بقيم عالية جدا من الأخلاق. كل أهل البلد عندنا تحترم وبتقدر الولد هذا، هذا إنسان ملتزم، وهذا الولد عمليا هو راح ضحية للوضع اللي المجتمع العربي منعيشه. أنا دائما بحكيها وبنتز كمان الفرصة إنه أحكيها، عنواننا هو قضية التربية والتعليم. إذا اليوم كل ولي أمر منا بكونش مسؤول عن أولاده وعن تصرفات أولاده وبتحمل المسؤولية عن تصرفات أولاده، راح نشوف إن هاي المظاهر راح تكون أصعب كثير كثير على مجتمعنا العربي، وراحين بعدين ما نقدرش نمر في الشوارع. اللي عمليا أنا دائما بقول القاتل والمقتول العائلات تبعتهم خسراني. أولا يعني القاتل هو ابن مجتمعنا العربي، والمقتول هو عمليا ابننا. الخسارة والفاجعة هي كبيرة جدا على الأهل، يعني الأب والأم والعائلة كلياتها مش قادرة تتقبل الوضع إنه إنسان اللي هو عمليا فيش له ولا أي تواصل مع أي طرف اللي هو في عداء أو نزاع معهن. شاب هذا هو مثال للشاب الخلوق المؤدب اللي بحب الناس، الإنسان اللي ملتزم كمان دينيا وملتزم كمان في عمله وملتزم كمان في الأمور اللي هو بيقوم فيها، وكان مقبل كمان على الخطبة خلال الفترة اللي هي الفترة القريبة، وكان عمال يرتب البيت. لكن الأمر صعب جدا، هذا بلزمنا إحنا كمجتمع عربي إنه نوقف وقفة جادة في كل ما يتعلق بقضية المحافظة على أبنائنا في مجتمعنا العربي. إحنا لازم كلياتنا نقوم ب وقفة، مش بس قضية وقفة، لازم يكون في عندنا برنامج واضح لاشتتات هذه الظاهرة من المجتمع. احنا مجتمعنا هو مش مجتمع عنيف، مجتمعنا ما ترباش هيك، مجتمعنا فيه الشباب الطيبة، فيه الشباب اللي عمليا الخيري. احنا كلياتنا لازم نبني عمليا برنامج وخطة عمل لاحتواء هذه الآفة من مجتمعنا العربي. للقياداتنا انا بتوجه من هون لقياداتنا العربية، بتوجه كمان للمسؤولين، بتوجه كمان لأولياء أمور الطلاب، بتوجه إلى مديري المدارس، بتوجه لكل شخص اللي بيقدر يساعد في اشتتات هذه الظاهرة إنه يكون في عنا برنامج واضح وظاهر بالنسبة لاشتتات هذه الظاهرة. النقطة الثانية بتوجه للأهل كلياتهم، أنا بتوجه بقولهم يا عمي امسك أولادك، دير بالك على أولادك، المفتاح عمليا كيف الأب عمليا برب أولاده. أنا بلومش الشرطة لما أنا عارف أنه عمليا إحنا مقصرين، أول إشي نقوم بالواجب اللي علينا، بعدين إحنا نشير في أصابع الاتهام لأشخاص ثانيين اللي هن الشرطة أو المؤسسات الثانية. إحنا يا عمي منقول أنه أول إشي المسؤولية هي مسؤوليتنا إحنا كمجتمع، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني المصائب اللي عمليا بمر فيها الوسط العربي صعب جدا، وهي بحاجة لوقفة كثير كبيرة من مجتمعنا، كيف إحنا ممكن نؤدي في النهاية لاشتتات هذه الظاهرة من مجتمعنا العربي. الخبر تلقيناه بشكل صعب جدا، يعني لا يمكن اليوم يعني حتى هذه اللحظة والد الفقيد وعائلة الفقيد لا تتقبل انه ابنها عمليا انقتل دون ان تكون له اي مبرر. يعني لا القاتل عرف مين قتل ولا المقتول عمليا عرف ليش انقتل او شو سبب القتل. الوقع على الاهل وعلى العيلة صعب جدا، يعني انت بتقدرش تتصور الوضع اللي موجود فيه العيلة، المأساة الكبيرة اللي موجود فيها العيلة. الوضع صعب جدا، والوضع هو وضع مأساوي، لكن احنا بالنهاية بنقول الحمد لله. اذا ابننا بيكون عمليا هو اخر ضحية مجتمعنا العربي، ومنوقف عمليا كل الأمور القتل اللي موجودة في مجتمعنا العربي، منقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هل يعني كان له خلافات مع حدا وعداء مع حدا؟ بالعكس، يعني هذا الشخص هو شخص مميز،
طربته بكل أهل البلدة علاقات اللي هي علاقات طيبة، وإحنا على صعيد البلد كمان بتربطنا علاقات طيبة مع كل أهل البلد، يعني كل أهل البلد هن أهلنا وهن أقربائنا وهن نسايبنا وهن جماعتنا. الولد هذا كانت تربطه مع كل البلد علاقات اللي هي علاقات طيبة، وكل البلد بتحكي عن صفاته المميزة لهذا الشاب. الشاب يشتغل في البناء عمليا، هذا الشاب ملتزم كمان دينيا، صبحيات بيصلي بتواجد في المسجد، بيصلي صلاة الصبح حاضر، توجه لعمله بيرجع لبيته ملتزم كمان في البيت، وكان مقبل على الخطبة خلال الأسبوعين القريبات، وكان في فرحة عنده أنه الأسبوع الأخير حضر حاله عمليا للخطبة وقاعد يعمر بيته ويجهز بيته كمان للمناسبة اللي هي المناسبة الكبيرة. الوقع والمصاب هو مصاب صعب جدا على العائلة وعلى كل إنسان عرف هذا الشخص. انت تحدثت عن نقطة جدا مهمة انه تكون يعني خطوات عملية، شو الخطوات العملية اللي لازم تكون؟ اولا يعني احنا على صعيد المجتمع لازم نوصل لقناعة تامة. اليوم مجتمعنا العربي اذا بتسأل اي شخص في مجتمعنا العربي ايش القضية الرئيسية اللي انت بدك حلها، لا بيحكي عن قضايا بناء ولا بيحكي عن قضايا عمل ولا بيحكي لك عن قضية العنف. يا عمي كل الوقت كنا نحكي انه في عندنا شريحة من الشباب اللي هن من 18 ل 25 اللي هن بشكله من 35 ل 40% اللي فيش عندهم أطر. الهدف الأساسي لما اليوم أنت بدك تبني خطة إنه أنت تحاول توجد أطر لأولادنا اللي هن أولاد ال 18 لل 25 اللي فيش عندهم لا إطار على عمل ولا إطار أكاديمي اللي هن مدمجين فيه. عشان هيك هذول الشباب بيشوفوا إنه في إلهم دفيئة برا وبتوجهوا لإلها، لكن الحل إنه إحنا نحاول نوجد الأطر الملائمة للشباب اللي عندنا اللي هن من جيل 18 لجيل 25 اللي فيش عندنا الأطر الملائمة لإلهن. النقطة الثانية كمان الطلاب اللي في المرحلة الثانوية اللي إحنا مرات كثير بنشوف إنه سهل جدا إن نقول هدول الطلاب محلكوا فيش في المدرسة، هدول الطلاب ملزمين ومطالبين إنه إحنا نحتويهم في إطار المدارس، لأنه إذا إحنا احتويناهم في إطار المدارس ووجهناهم في المستقبل لقضية العمل ووجهناهم كمان للتعليم الأكاديمي، هدول الطلاب بيكونوا نافعين لمجتمعهم. فهون النقطة عمليا اللي هي المركزية اللي أنا دائما بنادي فيها. أعرب ناشطون على الساحة المحلية في الناصرة عن انزعاجهم الشديد من التصاعد الكبير في الأيام الأخيرة بأحداث العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي، إذ وصل عدد القتلى العرب في ظروف تتعلق بالعنف والجريمة منذ بداية العام الجاري وفقا لإحصاء مبادرات إبراهيم 215 قتيلا، من بينهم 80 قتيلا أعمارهم أقل من 30 عاما. وأعرب المتحدثون من الناصرة في سياق مقابلات أجراها معهم مراسل قناة هلا عن استهجانهم الشديد لوصف المفتش العام الجديد للشرطة داني ليفي المعطيات حول الجريمة بالممتازة، وذلك في سياق مشاركته بجلسة للجنة الأمن القومي للبرلمانية. إليكم التقرير من الناصرة. واضح انها الاساس تاعها هو عدم مكافحتها من قبل المؤسسات المسؤوله عن مكافحتها مثل الشرطه اللي بتمتلك كل الادوات وبتمتلك الاسلحه والمعدات وكل شيء عشان تفوت هي تواجه عصابات الاجرام. نحن كمجتمع لنا دور اساسي في التربيه، اساسي في بناء المجتمع، اساسي في التاثير على المجتمع، ولكن بدون ان يكون مساعده من الشرطه بان تقوم هي بدورها الاساسي بمكافحه الجريمه لا يمكن ان يتحقق شيء، لا يمكن ان نتقدم بشيء. اليوم الجريمه اصبحت على عتبه كل بيت، اصبحت يعني بسهوله الواحد بيمشي بالشارع بيكونش حاطط كشاط، البوليس بوقفه باخده مخالفه، ولكن بيكون معاه سلاح وبروح بطخ وبرجع على بيته عادي بامان، بحس بتجول بشعور امان مطلق. المجرمين يتجولون في مدننا وفي قرانا بحريه مطلقه وبدون اي ملاحقه من قبل الشرطه. انت بشكل شخصي بتشعر بالامان وانت موجود بالبيت؟ لا، الصحيح انه يعني انا حكيت انه على عتبة كل بيت، وهيك عشان هيك الواحد بطل يشعر بالامان. يعني حتى اليوم انت بتمشي بالشارع عم نشوف كتير جرائم اللي عم بتكون كمان يعني زي ما بيقولوا رصاص طائش، ولكن اللي بوجه الرصاص هو الطائش مش الرصاص الطائش. وكمان عم نشوف كيف نسبة
الجريمة يعني عم تصل، يعني شفنا بباكا لمدير مدرسة اللي طالع يعني على شغله بشكل عادي، يعني أشخاص كمان اللي بتطلع عليهم اللي هن عايشين حياة طبيعية، عايشين حياتهم زي كيف ما أنت عايش حياتك، عمالهم بدفعوا ثمن الفوضى العارمة اللي موجودة بمجتمعنا، فوضى السلاح وانفلات عصابات الإجرام بشكل هستيري. احنا مشكلة بالمجتمع العربي، عندنا ضغط اجتماعي، ضغط اقتصادي، عندنا اليوم في مشكلة بالمجتمع انه عندنا كثير اولاد مش موجودة باطارات اللي هي باطر اللي هي عاملة كل هاي الشغلات، اللي اليوم سهل هاي الشباب الصغيرة اللي تروح على مجالات من هالشكل، لانه لا في عندها اطر تتسلى فيها، لا في مجتمع اللي يحضنها، عشان هيك ممكن بسهولة يروحوا لهذا المجال. هل تشعر بامان اليوم؟ لا مزبوط، لا يعني حتى أنا كامرأة بشعرش بأمان، وكمان أنا لأولادي بشعرش بأمان دائما، إذا بيطلع عندي بيطلع يسار بتصل فيه 20 مرات أقول له وينك وينك، لأنه الوضع مش صح، لأنه اليوم في كتير كتير شغلات بتصير، بيقولوا الصالح بعز الطالح، ممكن يضرب قرب العشي مطعم يروح له 2 3 اللي ما لهنش لا شبق ولا عبق بهاي الشغل. قبل عدة أيام كان المفتش العام للشرطة أنه جريمة العنف في المجتمع العربي وضع فيها ممتاز، شو رايك بهي التصريحات؟ كيف بصرح بشيء من هالشكل وهو شايف النتائج الموجوده؟ اذا من امبارح لليوم في عندك 8 ضحايا، طب وين هو كان موجود؟ وين الشرطه كانت موجوده؟ في تقصير عندهم من اداره البلد من ناحيه شرطه وتقسيم الشرطه، وكيف يقدروا هن يمسكوا هاي العصابات اللي موجوده او هاي الناس اللي موجوده اللي بين ايديها في سلاح مش قادرين يلموا. احنا بنشهد في المجتمع العربي واقع يعني غير مسبوق، نسبة العنف والجريمة والأعداد القتلى اللي عم بتكون من سنة لسنة تتزايد بشكل يعني لا يمكن للعقل إنه يتحمله. كل ما يعني يمكن أن يقال بهذا الصدد، من المهم فيه تجديد على نقطة واضحة إنه هذا إذا كان يدل على شيء فيدل على فشل الحكومة وفشل أجهزة الشرطة فعلا بإيجاد خطة يعني سليمة لتعامل مع هذا الموقف. لا شك إنه نحن نتحدث عن تواطؤ واضح، نحن نتحدث اليوم عن شرطة بن غفير التي يعني تستهدف المجتمع العربي، وبدل أن تقوم يعني ما عليها أن تقوم به من أجل حماية هذا المجتمع هي تستهدف بشكل منهجي وواضح، وهذا يعني إنه الجريمة والعنف حاليا لا يمكن أن يتم معالجتها طالما نحن نواجه سياسة يعني سياسة تمييز، سياسة عنصرية تجاهنا كمجتمع. عصابات الإجرام اليوم يعني تستفحل في كل مستويات المجتمع، ولا يمكن لهذه العصابات أن تلتجم إلا بالقانون وإلا بأن تأخذ الحكومة وأجهزتها دورها، واليوم نحن نرى أن الحكومة يعني لا يعني تحرك ساكن، ومش لا تحرك ساكن، حتى نحن نتهمها بالتواطؤ مع عالم الإجرام. اليوم أنت بتشعري بالأمان؟ لا طبعا، ولا حدا ولا أي إنسان ولا أي مواطن عربي هنا في المجتمع العربي اليوم قادر أن يشعر بالأمان وقادر أن يشعر بأنه كل من حوله بأمان. نحن بخطر بشكل حرفي، نحن بخطر لما هناك جرائم تحدث في وضح النهار، هناك إطلاق نار وقنابل تستهدف الناس بشكل واضح على العلن، كلنا في خطر. الأوضاع اللي وصلنا لها من ناحية جريمة وعنف أصبحت لا تحتمل، كل السياسات الإهمال والتقصير من المؤسسات الحكومية لحل أزمة الجريمة والعنف اللي هو واضح أنها نتيجة سياسات ممنهجة ضد مجتمعنا من بعد سنة 2000، لأنه عم نشوف بتصاعد مستمر بأعداد الضحايا جرائم العنف. هذا الوضع مش لازم يكمل، لازم نضغط على المؤسسات الحكومية وعلى الشرطة لتكون بعملها لحل جرائم العنف والقضاء على كل مظاهر العنف والجريمة في مجتمعنا. تشعر بالأمان اليوم؟
طبعا لا، احنا اليوم نتواجد في نمشي في بلداتنا العربية، للأسف نشعر بعدم الأمان، ودائما في يعني حتى أهالينا بضلهم يتصلوا فينا طول الوقت إنه وين أنتوا، بسبب عدم الأمان، وطول الوقت في احتمال لأي شخص اللي إنه يتعرض لحادث عنف، حتى لو كان مارك يشتري من الدكان خبز، حتى صارت كتير حالات اللي أغلب قسم كبير من الحالات الناس وقعت ضحايا اللي ما كانش إلها علاقة بأي حدث. ونبقى في الناصرة ولكن بموضوع آخر، إذ أنه وبدعوة من الجبهة في الناصرة شارك مطلع الأسبوع العشرات من أهالي المدينة في تظاهرة احتجاجية على خلفية أزمة النفايات، وذلك قبالة مكاتب وزارة الداخلية في المدينة. ورفع المتظاهرون اللافتات التي تعبر عن الاستياء من الأوضاع في المدينة، من بينها أولادنا في خطر، والنفايات في الشوارع فشل، والبلد والبلدية بدها تنظيف، وغيرها من الشعارات. المزيد في تقرير مراسل قناة هلا معتصم مصاروي. هاي الوقفة احنا قررناها بعد عدة احتجاجات وضغط عملناه. قبل الوقفة كان في عندنا منشور مبارح، وقبلها كان في رسائل الكترونية اللي اشترك فيها كل الاهل الناصري مشكورين، الاف الرسائل الالكترونية اللي وصلت لوزارة الصحة، لوزارة البيئة، لوزارة الداخلية، لمراقب البلدية وللبلدية نفسها. سبقها كمان عريضة الكترونية اللي وقع عليها حوالي 5000 انسان، كمان وصلت للوزارات ولكل المسؤولين. هذا الضغط بالاضافة الى انه احنا وقفنا مع اعضاء كنيسة، اتصلنا في وزراء، هذا الضغط هو اللي بيحل الازمة، وهذا اللي خلى رئيس البلدية مبارح يطلع بيان بدون تأكيد على قضية انه بدها تنحل المشكلة. بهذا الضغط احنا بنقدر نحل المشاكل، ويعطيهن الف عافية اهل الناصري بكل اللي كتب، بكل اللي احتاج، بكل العمل، ولو رسالة الكترونية صغيرة، ولو بعمل صغير، هذا هو اللي بجيب الحل. المشكلة الحالية اللي هي صغيرة اللي هي لم زبالة رح تحل، ولكن يعني احنا الحل هو بإدارة بلدية الناصري اللي عم تفشل. واحنا توجهنا للرئيس البلدية قلنا له يا عمي اذا انت بتخوفنا من لجنة معينة، اذا انت فشلت رجع الأمانة لأهل الناصري، القانون بيقول 60 يوم نعمل انتخابات. احنا وضعنا ملاحظاتنا لخطة الإشفاء، وتفضل تقبلها واشتغل عليها، واحنا البلد بتطلع، بس انك تضلك معند، وانك بس تتوجه لما في لجنه تحقيق للجبهه اللي انت بتسب عليها لك 10 سنين، تتوجه لها بالاخر تقول لها تعالي على ائتلاف، احنا مستعدين ندعمك من برا بخطوات اللي احنا مقبوله علينا، بس انه احنا لا مندور على معاشات ولا مندور على وظائف، احنا جايين ندور على مصلحه البلد، عندنا خطه اذا بتتبناها البلد بتطلع من ازمتها، مش قادر تتبناها تفضل قدم استقالتك، واحنا جاهزين انه ننتخب رئيس جديد اللي يقدر يدير البلد، رئيس نظيف، رئيس بيقدر يعمل للبلد كله. رسالتنا من خلال هاي الوقفه هو نعيش ببلدنا بنظافه. احنا عم نعاني بالناصره من كميه هائله من النفايات الموجوده في كل حارات الناصره بعدم جمعها كأي بلد بتعيش فيه عادي، من إهمال البلدية وإدارة البلدية للمواطن النصراوي وبيئة المواطن النصراوي. فإحنا موجودين هنا لرفع شعار، وللأسف صرنا ننادي بأقل حق بيطلع لنا، إنه لمو لنا زبالة من باب دورنا اللي بتأثر على بيئتنا، بتأثر على حياتنا، عم بتأثر على نفسيتنا، وطبعا أمراضنا اللي رح تتسبب لقدام، اللي احنا بنحكي عن فترة مش قصيرة، الموجودة زبالة باب البيت، احنا بنحكي عن شهرين متتاليات زبالة بتنقمش من باب البيت. فإحنا وقفتنا هنا جايين نقول كفى استهتار بالمواطن النصراوي. المواطن النصراوي بيعرف مصلحته منيح، ومن هنا أنا كمان بناشد المواطن النصراوي نفسه اللي أكيد مش أنا لحالي بعاني من هاي الظاهرة، أكيد المواطن النصراوي شريك
بأنه يطلع وعليه مسؤولية يطلع ويحكي ويقول أنه كفى استهتار فينا. شو عمليا مطالبكم؟ اليوم وبهاي الدقيقة قبل بكرة النظافة، يجري القانون على جميع سكان الناصري، لم النفايات في أقرب وقت. الوقفة اليوم يعني أجت شوي هي حتى متأخرة، ولكن ضرورية جدا للوضع الموجود فيه مدينة الناصري، واختيار هذا المحل بالذات هو رسالة لجهتين، رسالة لإدارة بلدية الناصري ورسالة لوزارة الداخلية على سكوتها على الوضع الموجود في الناصري اللي احنا وصلنا له. فإحنا منطالب وزارة الداخلية في تدخل فوري لحل مشكلة النفايات وباقي مشاكل في مدينة الناصري، ومنطالبها باتخاذ إجراءات صارمة حتى إنهاء الوضع المزرف المصري. رسالتنا واضحة إنه إحنا منطالب وزارة الداخلية في تدخل فورا في وضع بلدية الناصري واتخاذ إجراء سريع لأجل إنقاذ البلد، لأنه البلد عم بتروح على الهاوية. ورسالتنا لرئيس البلدية إنه في حاجة لإنقاذ البلد في استقالة رئيس البلدية، استقالة رئيس البلدية عليه الاستقالة فورا وإعطاء الفرصة لحدا تاني يدير البلد، لأنه في الناصرية في ناس في إمكانها تدير البلد وتأخذها لمحل تاني. يعني في بيان لرئيس البلدية قال إنه مشكلة النفايات ستحل مساء اليوم الأحد. هذا الحكي انحكى كمان سابقا، والمشكلة انه لوين بدها تنحل. احنا مش منطالب في حل يعني مؤقت انه نقيم النفايات بكرة وبعد ثلاثة ايام تطلع. ومشكلة الناصري مش بس نفايات، الناصري اليوم تعاني من ازمة عميقة جدا في كل مجالات الحياة، اذا من ناحية عنف، من ناحية تعليم، من ناحية وضع اقتصادي، وضع المديني. احنا النفايات هي مشكلة ظاهرة، ولكن في الناصري في مشاكل عديدة اللي بعدها ما طلعتش على الساحة بشكل مظبوط، ولكن كلياتها في نفس خطورة وضع الزبالة في الناصري. الوضع المظبوط اللي عم نشوفه في الناصري لم يسبق له مثيل، لا بالناصري ولا بمحلات ثانية اللي أنا بذكر كنت فيها. لا أذكر أنه شفت بأي مكان أكوام النفايات بهذا الشكل، لدرجة الوضع أصبح يشكل خطر على حياة الناس. الرائحة الكريهة المنبعثة في كل نقطة وفي كل مكان، الحشرات، الوضع بالمرة لا يحتمل، وقد يكون وممكن بل احتمالات تزيد من يوم ليوم بنشر الأوبئة والأمراض، وهذا خطر جدي على صحة الناس. يصلكم بتعانوا من هاي الأزمة؟ منذ أشهر توقفت البلدية عن لم النفايات، لا أذكر التاريخ بالضبط، ولكن أشهر صرنا منعاني من هاي المشكلة اللي هي مشكلة عن جد مؤلمة وقاسية، ويجب حلها حالا، لا مش بكرة، اليوم والليلة. الوضع لا يحتمل. شو مطالبكم؟ أولا أوكم الآن لم جميع النفايات، والبدء بحملة بدها وقتها، لأنه هالقد الأمر متفشي بحيث أنه يجب البدء حالا، ولا يهمني من الجهة التي ستتولى المهمة. يجب على من يجب عليهم من سلطة محلية وسلطة قطرية وحكومة ومؤسسات وزارة بيئة، يجب على الكل الجميع أن يأخذوا دورا في حل المشكلة التي لا تحتمل ولا دقيقة زيادة تأجيل. طبعا رسالتنا، احنا اليوم ب 2024 قربنا نفوت على 2025، احنا بوضع مزري جدا. الناصري كل مرها بترجع لورا، غير الزبائن ارجع لورا. الشوارع، انا صاحب صفحة نطالب ترميم شوارع الناصرة، الصفحة عندي فيها ما فوق 3000 مشارك، هاي الصفحة أصلها موجودة فوق 5 سنين. ليش قامت هاي الصفحة؟ بسبب الشوارع والجوار والحالة اللي احنا فيها. الشوارع غير تقنية، الشوارع بدها كتير تصليح، غير الشوارع انه في عندنا كمان اضاءة خربانة، وهي استأجلنا على الزبالة، البلد ملان زبالة، يعني كله متراكم على بعض. الوضع جدا بيخلي الواحد يعني يوقف هالوقفة، لتنو الناشد بالمسؤولين طبعا يساعدونا.
يساعدونا المسؤولين ونلاقي حل لهي المشكلة. يعني هاي مبادرة بشكل شخصي قمت بيها؟ طبعا بشكل شخصي، طبعا بعد أضرار صارت لسيارتي ولسيارات المواطنين اللي بالناصري. فيما يلي نورد تعقيب بلدية الناصر على القضية. من جانبها تقول بلدية الناصر في بيان وصلت نسخة عنه لقناة هلا حول أزمة النفايات في المدينة أن رئيس بلدية الناصر علي سلام يبشر أهل المدينة بأن شركة النظافة ستعود لمزاولة عملها كالمعتاد ابتداء من مساء الأحد. وتأتي هذه البشرى بعد العمل الدؤوب الذي قام به رئيس البلدية ابتداء من الذهاب إلى الوزارات ذات الشأن والتواصل اليومي مع المدراء العاملين للوزارات المسؤولة. وتابع البيان ما زال رئيس البلدية ترافقه الطواقم المهنية تواصل العمل على حل قضية الأجور العالقة للمستخدمين وكذلك الشركات التي تعطي البلدية الخدمات كل حسب مجاله. وتابع بيان بلدية الناصرة يتوجه رئيس البلدية لأهل المدينة الشرفاء الذين دعموه ماديا ومعنويا في هذه المحنة بالشكر ولغيرهم الذين يسعون لهدم المدينة يقول حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. إلى هنا نص البيان. بمبادرة من مجلس ترعان المحلي والمركز الجماهيري في البلدة تم مؤخرا تنظيم مهرجان الزيت والزيتون الثاني في ترعان وذلك بمشاركة واسعة من الأهالي. تخلل المهرجان العديد من الفعاليات والفقرات فيما تجول المشاركون بين محطات المأكولات الشعبية والأدوات الفولكلورية والورشات الإبداعية وغيرها. المزيد في التقرير التالي. الزيتون يعلم الجميع أن من أحد أسباب تجدرنا وبقائنا في هذه البلاد هي شجرة الزيتون، فبعمق جذورها هكذا تمسكنا في قرانا وأرضنا، وهذه أهمية قصوى أهمية يعني أساسية. فنشجع أهل بلدنا بالاعتناء بأشجار الزيتون ومواصلة العمل، فهو يوم فرح، يوم عيد، عيد الزيتون. ذكرت الزيتون كما يعلم الجميع في الكتب السماوية وفي القرآن الكريم، والتين والزيتون الكل يعرف، فحري بنا أن نحتفل بهذه الزيتون الطيبة. يعني شفنا مشاركة واسعة من أهل البلدة، يعني هذا بدل كداش بعضهم متمسكين بتراثنا العربي الأصيل. حقيقة متمسكين في التراث، وطرعان طرعان الخير، طرعان البركة، أهل طرعان فيهم كل الخير، وبفضل الله قد عادت الأمور إلى مجاريها الطبيعية، إلى العلاقات الاجتماعية التي كنا نتغنى فيها، وما زلنا ورجعنا إلى الحياة الكريمة المشتركة بين أهل البلد الواحد. هذا المهرجان مهم، إحنا انطلقنا فيه السنة اللي فاتت في فكرة إنه كان في إحنا عايشين في ظل ظروف الحرب، وشجرة الزيتون كلنا بنعرف إن هي رمز للسلام ورمز للأمل، وفكرة أخرى كمان إنه إحنا نذوت التراث للأجيال القادمة. للأسف إحنا في الجيل الموجود حاليا متوجه أكثر للأشياء العصرية والغربية، فهي كمان فكرة منا إنه إحنا نذوت التراث الأصيل للأجيال القادمة. ليش حسب رأيك مثل هيك مهرجانات بتذوت تراثنا العربي الأصيل عند الأطفال والأولاد؟ أنا برأيي كتير، وخاصة إحنا بهذا المهرجان خصصنا يكون فيه وقت مخصص للأطفال اللي نذوت فيه هذه الأشياء، لأنه أنا برأيي إنه كل الأجيال إسا القادمة متوجهة أكثر للأشياء الغربية بسبب إنه إحنا ننكشف على السوشيال ميديا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي ورايحين أكثر اتجاه غربي، بينما هون إحنا عم نحاول نرجعهم لتراثنا الأصيل عن طريق هاي المهرجانات وعن طريق ورشات متعددة بنقوم فيها بالمدارس أو بنقوم فيها إحنا هون بالمركز الجماهيري. المهرجان بترعان للسنة الثانية على التوالي، إحنا بنآمن إنه بترعان الزيتون له رمزية خاصة. أهل البلد بهذا الموسم كلاتهم موجودين بالزيتون، كبار وصغار، أجداد وشباب وصبايا، فلقينا إنه بهاي الظروف الصعبة كتير في محل إنه إحنا نرجع التراث هذا ونسقله بالجيل الجديد. عشان هيك دعينا كل الأجيال من الكبار بالعمر للشباب للنساء للأطفال.
بهمنا انه طرعان دائما تحافظ على تراثها، وهذا دور المركز الجماهيري، الحصانة المجتمعية، التآخي بين اهل البلد. طرعان معروفة بهذا المحل، وان شاء الله منضل هيك، وهذا كان البادر او اللي خلانا نعمل المهرجان. هي ثاني سنة بصير المهرجان بالمركز الجماهيري. الصراحة انه لمة الناس مع بعض والفرصة اللي بتخلي اجيال مختلفة انها تلتام، فرصة كثير ذهبية لقليل ما بتصير بظل السوشيال ميديا اللي احنا فيها والتباعد الناس، فيعني فرصة جدا رائعة انه الناس تلتم بمكان واحد بظروف سعيدة. حاليا اذا بتشوف انه انكشاف الناس والجيل الجديد على كل الاشياء اللي هي متعلقة بالتراث قليل جدا، ف يعني فرصة عن هالشكل انه الشاب الصغير او الطفل انه ينكشف على اشياء اللي هي من وحي التراث، عن جد فرصه ذهبيه اللي تخلي الاشياء موجوده بالذاكره وتستمر. ليش مهم نتمسك بتراثنا العربي الاصيل؟ اللي فيش له اصل ولا يمكن بخلص بنتهي، فمهم البني ادم انه يضل حامل الاشياء الاساسيه معاه وعليها يركب اشياء جديده ويطورها ويوسعها. من هون بتيجي الاهميه، البني ادم لازم يكون له اساس ثابت بالاول وبعدين ينطلق. المهرجان الموسم الثاني على التوالي، كنا نتمنى من 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 الله عز وجل انه يكون بغير هيك وضع. الوضع الحالي للاسف الشديد حال يرثى لها، احنا وضعنا الحالي مش كل ولا بد، كنا نتمنى انه يكون بحاله غير الحاله الموجوده، حاله حرب الكل بيعرف. نتمنى من ربنا عز وجل انه تنتهي هاي الحرب وعلى جميع الجبهات ويحل السلام ونكون بوضع احسن من هيك. هو هذا البرنامج مقدم من طرعان بالنسبه للزيت والزيتون بهذا اليوم. طلبوا مني اني اعمل لهم المناقيش اللي هو التراث العربي الاصيل، زيت والزيتون طبعا، ومع مجدره وسلطه عربيه وهي الشغلات التوابع لها. شو انا بتعملي بالضبط؟ هون طلب مني اني اجي واخبز على المحل اللي اجي، هو كان قديم على زمان قبل، يعني كيف كنا نخبز ونعجن مناقيش، مع انه كان الاكثر قبل خبز الطابون مش المناقيش والكماج. زمان قديم كان الخبز الطابون طبعا. فطلبوا مني ان نقدم لهم هاي الورشه اللي هي المناقيش والمجدره من تراث اجدادنا. يعني هذا اشي بعتز وبفتخر فيه لانه اشي صحي، مش زي الاكلات الجاهزه، اشي طبيعي وصحي ومفيد. وطبعا الناس يعني بعد في ناس اللي بتحب هاي الاكلات وبتعملها، مش بس مجدره، كمان في عده شغلات اللي هي عن التراث العربي زي الكب النيه، هاي الشغلات كمان يعني كمان الدوالي هاي الشغلات. طبعا المهرجان اليوم بطرعان هو برعاية المجلس المحلي والمركز الجماهيري، عم نحكي على مهرجان تراثي بمناسبة موسم الزيت والزيتون، وكمان لإحياء التراث والفولكلور العربي والفلسطيني ببلادنا هون. يعني احنا اليوم منشدد كتير على إحياء تراثنا، قيمنا، مبادئنا، لأنه عن جد عنا قيم ومبادئ اللي هي جدا رائعة ومجتمعنا كتير بحاجة لإلها. عم نشوف بالفترة الأخيرة مظاهر وظواهر سيئة جدا في الشوارع في مجتمعنا العربي، فياريت عن جد ياريت هيك انه نتمسك بمبادئنا وقيمنا العربية الأصيلة لنقدر انه نطلع من الأجواء اللي احنا موجودين فيها، لأنه عن جد في عنا قيم جدا رائعة. يعني احنا مجتمع بنحس انه مع كل الاشياء الموجوده احنا كمان مجتمع جدا محافظ، كثير بتهمنا قيمنا ومبادئنا وتراثنا العربي. بس احنا دائما بنحاول نشدد، يمكن هذا الشيء موجود اكثر عند الجيل الكبير، يعني احنا بنحاول نشدد ونشتغل على انه نستقطب كمان الجيل الصغير من كل فئات البلد، من مسنين من صغار، وكمان في برامج بعد الظهر للاولاد جدا رائعه وفعاليه ممتازه جدا. هي طبعا تراث عنا موسم الزيتون، بس انه الاوضاع والضغوطات اللي احنا موجودين فيها هذا اليوم رائع في انه طلع الناس من الضغوطات، عمل اجواء حلوه، عمل تآلف بين الجميع، فنهار ناجع جدا. اكثر انه مجتمعنا بعده متمسك بتراثنا العربي الاصيل؟ طبعا بس مش 100%، بس انه في فئات اللي بعدها متمسكه ولازم
يعني نشد انه هاي التراث والجذور تضلها متينه وموجوده. عندي متحف اسمه من زمان كان، وهذا المتحف فيه 4000 قطعه تراثيه، فانا جبت اليوم عينه من الادوات التراثيه اللي بدات بالاندثار، وانا واحد من الناس اللي بحبوا التراث وبيجمعوا هذا الادوات والتراث لانه هاي كنوز اجدادنا. عندي هنا اشياء، ادوات حصاد، الغربال، كربال، البريموس، الببور ابو فتلي، الحلابي، ادوات القهوه، المنجل، الشعوب، المذراه، كثير ادوات موجوده. هاي الاشياء اللي كانوا متمسكين فيها اجدادنا. نعم، هاي الاشياء لاجدادنا، واليوم احنا بدنا نعلم اولادنا ونعرفهم على تراثنا، لانه تراثنا يجب ان نحافظ عليه، واللي مالوش قديم ما له جديد. انطباعك عن هذا المهرجان؟ هذا المهرجان كثير، مهرجان حلو، مهرجان ناجح. نسال الله عز وجل تكون هاي المهرجانات في كل عرب الداخل الوسط العربي، وحل السلم والسلام في المنطقه. هذول ضيوف عندنا من بني معروف الذي قدموا لنا القهوه من التراث العربي الحلوه، والساده اسقونا في هذا الحفل حلوه وساده، وحضر فيها العرس ساده فساده، واهل طرعان من قرب الناس الطياب. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج مجلة الجمعة لهذا الأسبوع. شكرا لمتابعتكم مني عايدة جابر، وشكري موصول لزملائي في الإنتاج. دمتم برعاية الله وحفظه أعزائي المشاهدين والمشاهدات، وإلى اللقاء يوم الجمعة القادم بإذن الله.